السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار. إنا لله وإنا إليه راجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية تتضمن مفهوما من المفاهيم الخطيرة والمهمة جدا، فيما لو فسرت بشكل خاطئ وذات أثر إيجابي ومهم فيما لو تم تفسيرها بالشكل الصحيح. هذه الآية وآيات أخرى أيضا كانت منطلقا لطرح موضوع، لطرح مفهوم تحت عنوان الولاء والبراء. ولربما هذا المصطلح بهذه الصورة عرفت به المدرسة السنية السلفية على وجه التحديد أكثر من غيرها في العقود الأخيرة، في تبني هذه القضية، في طرحها، في تقديم مصادقها، بل وفي ترتيب الأثر عليها، بحيث أن الوضع اليوم في العالم الإسلامي، في المخاضات التي مر بها هذا العالم الإسلامي، وببعض الأحداث التي جرت في العالم أيضاً، في الصراع ما بين عدة اتجاهات ومنها الاتجاه الإسلامي السني السلفي، تأتي هذه القضية كواحدة من المحركات في هذا الإطار. يقابل هذا المصطلح في المدرسة الشيعية الإمامية مصطلح التولي والتبري، هو مصطلح قريب جدا من حيث الكلمات، مجرد الاشتقاق يختلف، ولكن هكذا هو الدارج في الاستعمال الاصطلاحي في المدرسة الشيعية الإمامية، التولي والتبري. ولكن المدرسة السنية السلفية عندما تطرح الولاء والبراء تركز على العلاقة مع الآخر المختلف دينياً، بينما في المدرسة الشيعية الإمامية عندما تطرح قضية التولي والتبري فعادة ما يكون المقصود منها الموقف والعلاقة مع الآخر المختلف المذهبي. هذا لا يعني أن في المدرسة السنية السلفية عندما يطرح الولاء والبراء لا يقصدون أيضاً الموقف من الآخر المذهبي، ولكن قليلاً ما يكون هو المستهدف، أو باعتبار أن الآخر المختلف المذهبي يدخل في إطار الآخر الديني فيقولون هو عنده دين آخر، هو ليس بمسلم. كما أن في الوسط الشيعي عندما يطرحون التولي والتبري وتركيزهم على الآخر المختلف مذهبياً لا يعني أنهم أيضاً لا يريدون الحديث عن الآخر المختلف دينياً كالمسيحي من أهل الكتاب، أو اليهودي من أهل الكتاب، أو البوذي والهندوسي وكذا من الوثنيين مثلاً، أو مع الملاحدة. وبالتالي هناك فارق فيما يتم التركيز عليه في هذه المسألة. ثم بحسب أدبيات السلفية السنية عندما تقرأ عندهم موضوع الولاء والبراء تجد بأن المسألة تصل إلى حد أن من يخالف في هذا الإطار قد يصل إلى حد الكفر. من يخالف ولا يلتزم بهذه التعاليم المرتبطة بالولاء والبراء يصل إلى حد الكفر والردة، يعني الخروج عن الإسلام. بينما في الوسط الشيعي أن من يخالف التولي والتبري يكون قد ارتكب معصية،
ارتكب معصية، يبقى في الدائرة الإسلامية، ليس نوع من الردة، وإنما هو ارتكب معصية. طبعا في الوسط السني السلفي ليس دائما يصل إلى هذا الحد، قد يصل إلى هذا الحد، ورح نشرح هذا الأمر بشكل أكثر. ثم الملاحظ في الوسط الشيعي الإمامي، ندرة البحث عندما تطرح المسألة في ضمن الفقه الشيعي، نادرا ما يبحث هذا الموضوع حول اشتراط التبري في تحقق الإسلام أو الإيمان، يعني إن الإنسان حتى يصير مسلم أو يكون مؤمن لابد أن يتبرأ، لابد أن يظهر التبرأ. نادراً ما تبحث هذه المسألة في الدائرة الفقهية. في هذه الليلة إن شاء الله سنتحدث عن الولاء والبراء، يعني سنعالج قضية الولاء والبراء في الوسط السني السلفي، ماذا يقولون، ما هي أدلتهم، ما هي الملاحظات على هذا، ما هي التأثيرات، مخاطر التفسير الخاطئ. في الليلة القادمة إن شاء الله تعالى نعالج ماذا يطرح الشيعة في مسألة التولي والتبري، ومخاطر الفهم الخاطئ ومخاطر التطبيق الخاطئ في هذا الإطار. صلوا على محمد وآل محمد. طيب، نأتي الآن إلى محاور المحاضرة. المحور الأول حول خطورة الموضوع، المحور الثاني مفهوم الولاء والبراء، المحور الثالث مصدر القول بالولاء والبراء، المحور الرابع مكامن الخلل في فهم المسألة وتطبيقاتها، المحور الخامس الولاء والبراء في مقتل القاسم رضوان الله تعالى عليه. تعالوا إلى المحور الأول، خطورة الموضوع. اليوم بعد ما شهدنا خلال السنوات الماضية بل العقود الماضية من آثار لجرائم إبادة جماعية وقتل وحشي من قبل بعض الجماعات الإسلامية التي تبنت عنوان الولاء والبراء بصورته غير الصحيحة والتي سنناقشها، قامت بارتكاب هذه الجرائم البشعة في دول كثيرة وآثارها ما زالت ماثلة إلى اليوم. إلى اليوم هناك مقابر جماعية يتم استكشافها في هذا البلد وذلك البلد، وإلى هذا اليوم هناك بعض المدن والدول وغيرها مهددة من جديد أن تتحرك فيها بعض الخلايا النائمة أو بعض الجماعات التي تتبنى مثل هذا الفكر وتقوم مجدداً بعمليات قتل وتفجير وكذا، بحيث أنها تترك وراءها آثار مدمرة كبيرة على المستوى الجسدي، النفسي، البيئي، التنموي إلى آخره، وحتى الفكري. ثم هناك ردود فعل الدول، بعض الدول ردود فعلها أيضاً كانت عنيفة ضد هذه الجماعات وغيرهم، بحيث أن أتت على آثار أيضاً سلبية عديدة نتيجة مثل ردود الفعل هذه. ثم نجد بأن بعض جماعات منها في بعض الأحيان لجأت إلى حالة من الانعزال، يعني قالت بأنه نتيجة وجود مجتمعات كافرة. الكفر الذي يتحدثون عنه ليس فقط الكفر العقدي الأصلي، بل المجتمع المسلم الذي لا يتبنى رؤاها يصبح مجتمع كافر. وبالتالي الدول بين قوسين المسلمة هي دول كافرة فيما لو لم تتبنى رؤى هذه الجماعات التكفيرية. وبالتالي عندما تبنت الولاء والبراء دعت إلى إيجاد مجتمعات بديلة يسمونها مجتمع الهجرة، يعني على المؤمنين بهذه المدرسة أن يهاجروا إلى مجتمعاتهم ويكونوا بيئات خاصة. هذه البيئات يحكم عليها بمجموعة من القوانين والأوضاع وغيرها، بحيث أنها تعتبر هي البيئة الإسلامية الصحيحة التي يعيشون فيها وينطلقون من خلالها لمحاربة المجتمعات الكافرة وإن كانت مسلمة.
هم يعتبرونها كافرة حكما وليس من باب العقيدة. ننتقل إلى المحور الثاني وهو مفهوم الولاء والبراء. ملخص الفكرة يقولون الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين بأن يتعاملوا مع غيرهم، مع غير المسلمين، يتعاملوا معهم على مبدأ الشدة وعدم المودة، مثل ما جاء معنا في الآية اللي بدينا فيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يقولون هذا هو الولاء والبراء. كيف ينعكس هذا؟ لابد أن يتم تبني هذه المسألة بكل قوة ولا يتنازل عنها، وتستعمل حتى الشدة في تطبيقها. الشيء الثاني، هي تعتبر من أهم المسائل الدعوية والعملية، من أهم على رأس الأولويات. الأمر الثالث، هي مسؤولية ليست مسؤولية فردية أن أجعلك أن تتبنى الفكرة، بل يجب أن أسعى أن المجتمع ككل يكون مجتمع تولي وتبري. ثم الأمر الرابع، اعتماد مبدأ الشدة مع المجتمع الكافر. الكافر عقديا، يعني الحاكم يكون غير مسلم، دولة غير مسلمة، أو حكما بمعنى مجتمع مسلم ولكن لا يتبنى متبنياتهم. لاحظوا هنا مقولة الشيخ ابن تيمية الحراني اللي هو يعتبر المرجعية الفكرية والفقهية للمدرسة السنية السلفية المعاصرة، يقول: فمن كان مؤمنا وجبت موالاته من أي صنف كان، هذا الولاء، ومن كان كافرا وجبت معاداته من أي صنف كان، الكفر من أي صنف كان لابد من معاداته، لأن كافر، مو لأن معادي، مو لأن محارب، لأنه كافر. ويقول الشيخ سليمان، وهو حفيد محمد بن عبد الوهاب اللي هو مؤسس الوهابية، يقول: لو كان الناس متفقين على طريقة واحدة ومحبة من غير عداوة ولا بغضاء، لو كلنا علاقاتنا مع بعضنا البعض بهذه الصورة، لم يكن فرقانا بين الحق والباطل. يضيع الحق، ما ندري منه اللي على حق منه على باطل، فأجيالنا بالتالي تضيع، ما تتبع الإيمان، ما تكون صالحة، ولا بين المؤمنين والكفار، ولا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فإذا ما الذي يجب أن يحصل؟ الذي يجب أن يحصل أن يكون في عداوة مع غير المؤمنين، ومواد مع من؟ مواد مع المؤمنين. إذا لابد أن يكون في سلوك عملي وقولي تجاه غير المؤمنين بما يحقق مسألة البراء. من أخطر صور، يقولون من أخطر صور الموالاة المحرمة التي تؤدي إلى الكفر والردة صورتين. يعني يقولون هناك مراتب لمخالفة الولاء والبراء. إذا أنت خالفت الولاء والبراء أحياناً قد تصل إلى حد الكفر والردة، وأحياناً قد تصل إلى حد ارتكاب المعصية مع بقائك مؤمناً، وأحياناً تكون المسألة فيها أمور استثنائية. الأخطر اللي هي تؤدي إلى أنك أنت كمؤمن تصبح كافر وتخرج من الإسلام، واحد، ولاء الود والمحبة للكافرين، يعني المشاعر. إذا عندك مشاعر إيجابية تجاه واحد غير مسلم، مسيحي جارك مثلاً تحبه، شاب مثلاً مسلم حبله شابة مسيحية مثلاً، أو أنك أنت عندك مشاعر إيجابية تجاه طبيب كافر هندوسي عالجك وطيبك وكان طيب وخلوق واشتغل بكل إخلاص، فكنيت له نوع من المحبة القلبية، يقول إذا صار بقلبك شيء من هذا
تخرج بذلك من الإسلام وتصبح مرتدا. شوفوا خطورة الأمر. طبعا لما يصير الإنسان مرتد معناه أنه شنو؟ إذا ما يستتاب، إذا ما تاب راح شو يسوي له؟ يفرقون بينه وبين زوجته، يحكمون عليه بالإعدام إلى آخره. ثانيا، ولاء النصرة والتأييد للكافرين على المسلمين، يعني على مستوى المواقف. طيب هذه ممكن تكون مفهومة في أن يكون هذا نوع من المعصية بس كخروج من الإسلام على العموم. طيب المرتبة الثانية، إذا أنت صار عندك مخالفة للولاء والبراء ولكن بدرجة أقل، ما هي؟ أنك تكون فقط عاصي. ما هي؟ أولا اتخاذ الأصدقاء من بين غير المسلمين. فرضا أنت سافرت تدرس بأمريكا وهناك في طلبة وياك في الصف في الكلية، واختر كم واحد منهم، سواء سكن مشترك، صداقة في الكامبوس، غيره. بالنتيجة أنت صار عندك علاقة صداقة. مجرد هذه الصداقة تعتبر إثم حتى لو أنت ما تتأثر فيها، أنت تعتبر إنسان عاصي. اثنين، التشبه بهم في هديهم الظاهر، تلبس ملابسهم، بنطرونات مثلا. ولذا إذا تذكرون في مصر طلعوا فترة ذيلا مجتمع الهجرة والتكفير، جماعة الهجرة والتكفير، يلبسون مثل ملابس الأفغانية، شروال كذا، كان عندهم حرام أن تلبس بنطرون. هذا تشبه بالكافر، وبالتالي أنت لازم حتى ما تكون عاصي وعندك ولاء وبلاء براء حقيقي، لازم ملابسك، قصة شعرك، أمور اللي تستعملها بالنتيجة لازم ما تكون شبيهة بهم. وكذلك مشاركتهم أعيادهم، صار كريسمس مثلا تهنئة مثلا، أو تروح تحضر احتفال مثلا جارك مسوي يعزمك على قلاص شربة مثلا ولا شيء في عيد من أعيادهم كذا، إذا رحت فأنت ارتكبت معصية. ثم يقولون المرتبة الثالثة هي مرتبة الأمور المتجاوز عنها، مو مشكلة، مسموحة هذه. ليش مسموحة؟ يقولون الأصل أنك تتبرى منهم، ولكن عندنا بعض الآيات والروايات أعطتنا حالات استثنائية، علينا أن نلتزم بهذه الصور فقط لأنها منصوص عليها. هذه الصور ما تبي تقول لنا إن الأصل إن تكون علاقتك معهم جيدة وطبيعية ومودة ومحبة عشان تدخل قلوبهم على الأقل وتدخل الإسلام بقلوبهم. لا، الأصل إن تبغضهم وتعاديهم وتكرههم، ولكن في حالات استثنائية بالنص هذه الحالات إحنا نلتزم فيها. واحد، تعامل معهم بالبيع والشراء، تشتري وتبيع، ماكو مشكلة. اثنين، تتزوج منهم، من الكتابيات طبعا مو الوثنية، الكتابية، ما في مشكلة. بعد، اللين في معاملتهم ولا سيما عند عرض الدعوة عليهم. ثلاثة، أربعة، العدل معهم وعدم ظلمهم في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، لازم تكون عادل. خمسة، الإهداء لهم وقبول الهدية منهم، لأن الرسول فعل ذلك فإحنا بهالمقدار نلتزم. ستة، عيادة مرضاهم إذا كان في ذلك مصلحة. سبعة، التصدق عليهم والإحسان إليهم، أم هذا مسموح. ثمانية، الدعاء لهم بالهداية إلى الإسلام، هم هذا مسموح، ما في مشكلة. ما يقولون إن كل هذه الموارد علامات على إن الإسلام يدفعنا نحو ماذا؟ إن هذا غير المسلم إذا هو إنسان عادي طيب كذا تتعامل معاه على أساس ماذا؟ على أساس المحبة والمودة والتعامل لعنوان التسامح والطيبة، وتحاول إنك تدخل قلبه وكذا وتتعامل معاه كإنسان عادي. لا، يفسرونها إن هذه حالات استثنائية ولا يجوز أنك أنت تزيد عليها مفردة. طيب لاحظوا هذا المثال، وجدت على الإنترنت استفتاء على موقع إسلام ويب حول مشروعية ما تقوم به والدة شخص السائل، أنه شو تسوي؟ تسلم على الخادمة غير المسلمة. عندنا خدامة من جنسية فلانية مو مسلمة، كتابية، يصير أمي تسلم عليها مثلاً
لما أنا أجيبها فرضا نزور بيت الوالدة وتشوف خدامتنا تسلم عليها وتصافحها ويمكن حتى تقبلها مثلا على الوجنتين كذا. بعدين شو يقول؟ للعلم والدتي تعتقد أنها بذلك تتقرب من الله لأنهم فقراء، يعني ناس مساكين بسطاء هذيلة جايين يترزقون الله سبحانه وتعالى، فتحبهم أن هذيلة تاركين جايين للغربة وتاركين أهلهم وكذا حتى يأخذون لهم كم دينار يحولون على أهلهم يعيشون عيشة كريمة. من هذا الباب تتودد لهم، ليس من باب الدعوة إلى الله، يعني ما تسوي هي عشان تهديهم. فهي لا تتحدث مع الخادمات بأمور الدعوة، فالسلام عليهم ومصافحتهم جائزة. شي جاوبه؟ يقول له المبادئة بالسلام، إذا هي الوالدة تبدأ بالسلام والمصافحة والتقبيل كلها أمور ذات شبهة، هذا أمر فيه إشكال، فينبغي لهذه الأم أن تقتصر على ما لا شبهة فيه. شنو اللي لا شبهة فيه؟ الموارد اللي ثمانية اللي ذكرناهم قبل قليل، بعضهم من إحسان كبسط الوجه ولين القول وتدع ما سواه، يعني بس اللي قد اللي ورد في نص، ما عندنا نص إن نتسلم عليهم، ما عندنا نص تصافحهم، إذن تلتزم بهذا المقدار. وهذه طبيعة المدرسة السلفية أنها تلتزم بالنص، ما تحاول أنها تستنبط قاعدة من هذا وتنطلق من خلالها أن تنظر للفقه بهذه الصورة، لا، يقول احنا نلتزم على قدر النص اللي موجود عندنا. طبعا في اختلافات في المدرسة السلفية السنية، في اختلافات في هذه المسألة، في بعض الفتاوى ايضا تتعارض، ولكن هذه واحدة من التوجهات السائدة عندهم. طيب من وين جابوا هذه المسألة بهذه الصورة الحدية في قضية الولاء والبراء؟ هذا ينقلنا الى المحور الثالث. نجد بأن المسألة كعنوان هو مصطلح مستقى من نصوص قرآنية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، المصطلح مستقى، مو المفهوم، مو الفهم، مو التطبيقات، المصطلح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، هذا البراء من أبوه، إن إبراهيم لأواه حليم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، مو بس إبراهيم، حتى اللي مؤمنين اللي معاه مثل لوط عليه السلام، قالوا لقومهم اللي هم كانوا مشركين إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. مو بس هذا، أكو انعكاسات سلوكية ومشاعر، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، خلاص لازم نوري الوجه المكفهر لكم، لازم عداوة وبغضاء بيننا وبينكم، ما يصير في قلوبنا حب لكم، حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. بعد، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، ما في ولاء مع أعداء الله، تلقون إليهم بالمودة، ما يصير من انطلاقا من محبة ومشاعر يكون عندكم مثل هذا الموقف، وقد كفروا، ذيل كفار، إذا مجرد كفر، كأنه الآية تقول مجرد كفر، كأنه راح نشرحها، مجرد أن ذيلة كفار تروحون أنتوا شلون توالونهم ذيلة، شلون يكون مودة بقلوبكم تجاههم. وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة، حتى أن بعضكم ما تعلنون المودة لكن قلوبكم أنتم تحبونهم، وأنا أعلم بما أخفيتم، هذا تهديد، وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. طيب إذن المطلوب حسب ما يقولون تبري من غير المسلمين، مدام هو غير مسلم أيا كان موقفه منك، أيا كانت مشاعره تجاهك، أيا كانت تصرفاته تجاهك، عليك أن تتبرأ منه
ومن أفعاله، من أعماله، من سلوكياته ومتبنياته، ثم تظهر العداوة والبغضاء، تبين أنك تكرهه. شلون تبين أنك تكرهه؟ بكل صور، كل الطرق أيا كانت، الآن بالقول، تكتب كتابة، البعض يروح على الطوفة يكتب، بعضهم يرسم، بعضهم كذا، بالنتيجة أنت لازم تظهر العداوة والبغضاء لأنهم كفار. كأن لما نقرأ الآيات القرآنية نقول والله صح، كنا صح، الله قاعد يقول فعلا لازم يكون موقفنا من الكفار الشكل. الآن الكافر قد يكون مشرك، وأحيانا بعض النصوص قاعد تتكلم حتى عن أهل الكتاب، وإن كان بعض المرات يعني يتم خلطها مع بعضها البعض، لا ما يصير أنت تخلط المشرك مع الكتابي مثلا، في فرق. لكن على كل حال بصورة إجمالية كأن كلامهم سليم، ولكن التدقيق في النصوص وجمعها مع بعضها البعض سيقودنا إلى نتيجة أخرى مختلفة نقف فيها موقفا آخر مع أصحاب المدرسة السنية السلفية، ونقول لهم أنتم أخطأتم في فهم هذه الآيات وتوجيهها، وبالتالي أخطأتم في سلوكياتكم وفي مواقفكم وما فعلتموه تحت هذا العنوان. هذا هو المحور الرابع، مكامن الخلل في فهم المسألة وتطبيقاتها. أولاً، هم يستشهدون بقصة النبي إبراهيم عليه السلام. لماذا تبرأ إبراهيم من أبيه آزر؟ هل تبرأ منه لمجرد أنه كافر؟ لأنه مشرك؟ لأن دينه مختلف؟ لأن ما قبل أنه يهتدي للإسلام؟ لا، ما كانت الآية ما تقول هالشكل. لو ندقق في الآية، الآية تبين بأن المسألة مو لأن مجرد كونه مشرك، وإنما لأنه تحول إلى موقف العداء، وهذا الموقف العدائي أصر عليه، أصر عليه هذا الشخص آزر. الآن عنوان أنه هو أبو إبراهيم أيا كان، يعني الوالد أو أبو، يعني أبو مجازا. على كل حال هذا الشخص لما أصر على العدوان، على العداء والمحاربة، تبرأ منه إبراهيم. قبلها دعاله بالمغفرة ودعاله بالهداية، وكان يكلمه بكل لين، اقروا الآيات القرآنية، بكل لين وكل أدب كان يتكلم معه. فإذا المسألة، هل إحنا عندنا براء من المشرك غير المعادي؟ الآية ما قاعد تقول كذي. هو مشرك لربما وراثة، وراثة أبو عن جد كذا، وهم صار هندوسي، صار بوذي أيا كان، أو نتيجة شبهة معينة، أو عد نتيجة إهمال، أو نتيجة أنه عايش في مجتمع كله من هذا النوع. وقد يكون نفس الشخص المسلم هذا لو كان عايش بذاك المجتمع كان هو طلع مثله. القرآن ما يقول هذا الشخص أنت عليك أن تعاديه وتعلن البراءة منه، وعليك أن تبدي البغضاء والعداوة له لمجرد أنه هاك. نعم، لو جاء الوقت الذي أصر فيه على العدوان حين ذاك يكون الموقف مختلف. من هنا وعد إبراهيم عليه السلام أباه أولاً بالاستغفار. لو كانت مسألة براء ما يقدر يستغفر له، شو يستغفر له؟ براء لازم عداوة وبغضاء، شلون يستغفر له؟ قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. يعني الله يحبني ويحب أنه يحقق لي أمنياتي، الله سبحانه وتعالى يكرمني، فأنا أسعى من خلال مقامي عند الله عز وجل ومحبة الله لي وحفاوته بي، أسعى إن شاء الله أن دعائي يكون مستجاب. من كثر ما كان يحب هذا الأب ويحترمه ويقدره، لأن له يعني دور في حياته الآن، سواء والده أو موالده. مو بس هذا، قال سلام عليك، وانتم تعرفون مصطلح السلام، وأنا لما أسلم على واحد يعني أرسل له رسالة، لن يصيبك مني أذى، سواء أذى قولي أو أذى فعلي أو بالنظرة
أو بالسخرية بالإشارة أو بأي صورة كانت، هذا معنى سلام عليكم، تحية الإسلام، السلام عليك، الأمان لك، أعطيك الأمان من كل سوء قد يصدر عني. هذه الرسالة اللي أعطاها إبراهيم لأبيه. هل استنكر القرآن موقف النبي إبراهيم في هذه اللحظة؟ لا أبداً ما استنكر، بل بيّن الفرق بين الموقفين. من خلال هذا أيضاً نحن نفهم ما جاء في سورة الممتحنة اللي مر علينا قبل قليل، إن إبراهيم واللي معه تبرؤوا من مجتمعهم وبدت بينهم وبينهم العداوة والبغضاء. متى كان؟ لما وقفوا موقف عدائي وأرادوا إحراق إبراهيم عليه السلام، واجتمعوا ضد إبراهيم وضد المؤمنين وأرادوا تدمير دعوة إلهية، حين ذاك اتبرأوا منهم. أما قبل ذاك العلاقة كانت علاقة مختلفة. واللي أكد هذا التعبير ما ورد في سورة الممتحنة: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. مو بس مجرد أنهم غير مسلمين أو غير مؤمنين، هم أعداء، ناس معلنين العداء، معلنين الحرب، رافعين الراية ضد الإيمان والمؤمنين. حين ذاك الله يقول ديروا بالكم من ذيلة وتصرفوا معاهم بالطريقة الفلانية والفلانية. اثنين، لما نقتطع الآية من سياقها، يعني ما نلاحظ الآيات القبل والآيات اللي بعد، وإنما ناخذ مقطع كذي، راح نفهم الآية باحتمال كبير. مو بس في هذا المورد، في كثير من المسائل المرتبطة بالإيمان، مسائل فكرية، مسائل أخلاقية، مسائل شرعية ومسائل تاريخية أحياناً، بس نقتطع الآية من سياقها ونقول شوفوا الله يقول كذا وكذا، راح نوصل إلى نتيجة غلط في كثير من الموارد، نوصل إلى حكم غلط. بل أكثر من هذا، إذا قرأنا القضية في سورة لربما جاءت بالمسألة بشكل مختصر ثم عالجت الأمر في مورد آخر بشكل مفصل ولم نلاحظ ذلك التفصيل في السورة الأخرى، أيضا نقع في شبهة ونصل إلى نتيجة خاطئة. ولذا شي يقولون؟ يقولون بأن اللي يبي يستنبط مسألة فقهية ما يقدر يروح إلى آية في سورة ما يقول تفضلوا هذا هو الحكم الشرعي، لازم يستقرأ كل الآيات ويعرضها على بعضها البعض، فلربما هذه الآية تقيد تلك الآية، تخصص تلك الآية، توضح المراد من تلك الآية فتفهمها بصورة أخرى. هذه قضية مهمة جدا، ولذا هذه المسألة الولاء والبراء أحيانا تقدم إلينا بصورة مقتطعة مثل ما الآيات في سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، هذا تم اقتطاعها من السياق، نفهمها غلط. لكن لما نرجع إلى السياق راح نشوف أن الآية ما تمنع من مودة غير المسلم، صار عندك علاقة مشاعرية، من المشاعر عندك إيجابية، في نوع من المودة مع غير المسلمين، ما في أي مشكلة. بس الكلام عن المحاربين لا ينهاكم الله. شوف رجعنا إلى السياق، الآية اللي بعدين تأتي آية رقم 8 تقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إذن النهي عن شنو كان يا رب العالمين؟ في الآية 9 يقول إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، هذه الفئة، وأخرجوكم من دياركم، هذه الفئة، وظاهروا يعني ساعدوا الآخرين على إخراجكم، الله ينهاكم عن شنو؟ أن تولوهم. إذن ما في ولاء مع الأعداء وليس مع الآخر الديني. آخر الديني ما عندك مشكلة معاه في إطار العلاقات الإنسانية، ما عندك مشكلة معه، لكن لمن يتحول إلى مثل هذا النموذج المحارب، إيه نعم، مسألة تختلف. ومن يتولهم، يعني اللي يتولى هؤلاء المعادين المحاربين، فأولئك هم الظالمون. إذن اللي ما مو من هالنوع ليس من الظالمين.
إذن هناك قسط، هناك إحسان، هناك بر، هل يتوافق هذا مع العداوة والبغضاء ومع عدم المواد؟ لا، ما يتوافق معه، ما يتوافق معه. فإذن علاقتنا مع الآخر الديني المختلف الأصل فيه، الأصل، القاعدة هي العلاقة الإنسانية، الأصل. الاستثناء متى يأتي؟ الاستثناء يأتي عندما يكون موقفهم عدائي تجاهنا وإصرار على العدوان. يعني حتى يمكن مرة يتصرف تصرف عدائي نتيجة شاحنينة كذا، تقعد معه تقول أنت إيش فيك؟ إيش عندك مع المسلمين؟ ليش تهجمت علينا؟ تعال يا معود، القضية كذا كذا كذا. يسمع يقول صج، والله ما كنت أدري، خدعوني، آسف، أنا أعتذر. شنو موقفك مع هذا الإنسان؟ يرجع للوضع الطبيعي. فمرات ما يكون عنده إصرار، حتى يكون عنده شبهة، يقعد معه فهمه. طيب، وأشعر قلبك، يقول الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر، وأشعر قلبك للرعية، عموم الرعية والمحبة لهم. كان رايح مصر، مصر فيها مسلمين وغير مسلمين، واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا. أنت حاكم، وهني إذا كان في براء حقيقي بالصورة اللي يذكرونها، كان المفروض الحين حاكم بعد شي يسوي؟ يستخدم سلطاته لإيذاء غير المسلمين، مو هذا الأصل؟ يسوي فيهم كذي ويحقرهم ويدمرهم، إما يصيرون مسلمين وإما يطردهم مثلا من بلد المسلمين، أو يعزلهم في مجتمعاتهم ويضعفهم ويدمرهم. لا أبدا، يقول له ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنموا أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، يؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطيهم كلهم كلهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفح. ما تبي الله يغفر لك ذنوبك، يعفو عنك؟ اتذكر ذاك الموقف بين يدي الله، أنت الآن في موقع القوة، استعمل هذا العفو والصفح مع كل رعيتك، سامحهم، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، يعني أنا فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. مو مطلوب منك تدمرهم، مو مطلوب منك تعاديهم، مدام أن أهما من ضمن رعيتك المسالمين. نعم، يغلطون كذا. في الكافي عن زكريا بن إبراهيم قال: كنت نصرانيا. قصة جدا رائعة، جدا مؤثرة. هذا زكريا بن إبراهيم من أهل العراق، مسيحي. كنت نصرانيا فأسلمت وحججت، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام. أسلم في زمن الإمام الصادق، يعني مو من الفتوحات الإسلامية، من تالي. فقلت إني كنت على النصرانية وإني أسلمت. فقال: وأي شيء رأيت في الإسلام؟ قلت: قول الله عز وجل: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. فأنا أشوف القرآن والإسلام نور، الله هداني له. فقال الإمام الصادق، يقول له حسب الرواية: لقد هداك الله. ثم قال: اللهم اهده 3 مرات. سل عما شئت يا بني. فقلت: إن أبي وأمي على النصرانية، وأهل بيتي، وأمي مكفوفة البصر، فأكون معهم وآكل في آنيتهم. فيسأل كأن عن الحكم الشرعي، يجوز أواكلهم؟ هذا نوع من المودة. فقال: يأكلون لحم الخنزير. فقلت: لا، ولا يمسونه. فقال: لا بأس، اكل معهم. فانظر أمك، مو بس تأكل، فانظر أمك فبرها، فإذا ماتت فلا تكلها إلى غيرك، حتى لو هي مسيحية، أنت تدفنها، أنت ترتب أمور دفنها وكذا. كن أنت الذي تقوم بشأنها، ولا تخبرن أحدا أنك أتيتني، حتى تأتيني بمنى إن شاء الله. خل هذا بيني وبينك، نلتقي في منى، لأن كان موسم حج. قال: فأتيته بمنى والناس حوله كأنه معلم صبيان، ناس ما شاء الله، وهو يلقي عليهم وهم يسألونه، كأنه أستاذ وتلاميذ، هذا يسأله وهذا يسأله. فلما قدمت الكوفة ألطفت لأمي، وكنت أطعمها وأفلي ثوبها ورأسها وأخدمها، فقالت لي: يا بني، ما كنت تصنع بي هذا وأنت على ديني؟ فما الذي أرى عنك منذ هاجرت فدخلت في الحنيفية؟ فقلت: رجل من ولد نبينا أمرني بهذا. فقالت: هذا الرجل هو نبي؟ فقلت: لا، ولكنه ابن نبي. فقالت: يا بني، إن هذا نبي،
إن هذه وصايا الأنبياء، فقلت يا أمة إنه ليس يكون بعد نبينا نبي ولكنه ابنه، فقالت يا بني دينك خير دين. شوف التأثر اللي صار، اعرضه علي، فعرضته عليها فدخلت في الإسلام وعلمتها، فصلت الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة، ثم عرض لها عارض في الليل، امرضت تالي الليل، فقالت يا بني أعد علي ما علمتني، فأعدته عليها، يعني الشهادتين كذا الأمور الأساسية، فأقرت به وماتت. فلما أصبحت كان المسلمون الذين غسلوها، وكنت أنا الذي صليت عليها ونزلت في قبرها. رواية عندنا عند إخواننا أهل السنة في صحيح البخاري عن مجاهد قال: كنت عند عبد الله بن عمرو، يعني ابن العاص، وغلامه يسلخ شات، فقال: يا غلام إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. فقال رجل من القوم: اليهودي أصلحك الله؟ تعطي حق جارك اليهودي لحم تهديه؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله يوصي بالجار، يعني مطلق الجار، ما قال لنا جارك المسلم، حتى خشينا أو روينا أنه سيورثه، إلى هالدرجة. فما هذه نوع من المودة، لأن ما في إعلان أعداء من الطرف الآخر، تتعامل معاه بكل أريحية وإنسانية. ثالثا، سياقات بعض الآيات محددة بالنهي عن الولاء، يعني التحالف السياسي فقط. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، هذا عن القضايا السياسية، إن الواحد يتحالف مع غير المسلمين ضد المسلمين. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. كذلك أكو آيات تتكلم عن الولاء الاجتماعي، ولكن المؤدي إلى ماذا؟ إلى ضياع الهوية الإيمانية، ترسم تلبس الصليب مثلا على بنك تصير مثلهم، لا هذا ما يصير، هذا نوع من الولاء الاجتماعي. أو التخلي عن المبادئ والقيم، تتخلى أنت مثلا عن بر الوالدين وكذا، تشبها ببعض المجتمعات الكافرة اللي مثلا الولد يصير عمره 18 سنة ولا البنت، يطلع من البيت لا يسأل عن أم لا عن أبو، لا يشوفون بعض، يقول لا تسوون شيء. أو تمييع المواقف من بعض القضايا، أن نتأثر فيهم ونقبل مثلا بالشذوذ الجنسي مثلا تأثرا بهم، هذا ممنوع. أو أن نغير نمط حياتنا مثلا، عادي البنات والأولاد يطلعون مع بعض في علاقات كذا مثلا غير مشروعة، عادي يقبلون بعض بالشارع، عادي كذا، هذا أيضا هو اللي ممنوع من الآيات تتكلم عنه، مثل هذه الصور اللي فيها ضياع الهوية الإسلامية. ولما تتكلم هذه الآيات عن الولاء تتكلم عن تقوية الروابط بين المؤمنين وتحقيق الاندماج فيما بينهم. والقاسم في يوم العاشر من المحرم حقق عنوان الولاء والبراء، أو إن شئت فقل التولي والتبري في أعرقى وأعلى صوره. لقد تجلى الولاء للحسين عليه السلام في يوم عاشوراء من قبل أصحابه وأهل بيته في أقوى وأروع صورة، وشمل الكبير والصغير والرجل والمرأة والحر والمولى. وأي ولاء هو ولاء ذلك الغلام اليافع القاسم بن الحسن؟ روى الطبري عن حميد بن مسلم قال: خرج إلينا غلام كأن وجهه شقة قمر، في يده السيف، عليه قميص وإزار ونعلان، قد انقطع شسع أحدهما، يعني الرباط الخيط، ما أنسى أنها اليسرى. فقال لي عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي: والله لأشدن عليه. فقلت له: سبحان الله، وما تريد إلى ذلك؟ يكفيك قتل هؤلاء الذين تراهم قد احتولوهم. قال: فقال: والله لأشدن عليه. فشد عليه فما ولى حتى ضرب رأسه بالسيف، فوقع الغلام لوجهه فقال: يا عما. قال: فجل الحسين كما يجل الصقر، يعني رفع الحسين رأسه وصار ينظر إلى الأمام وإلى اليمين واليسار كما يفعل الصقر عندما يبحث عن فريسته. هنا الحسين عليه السلام انتفض لنصرة ابن أخيه، ثم شد شدة ليث أغضب، فضرب عمرا بالسيف
فاتقاه بالساعد فأطنها من لدن المرفق، فصاح ثم تنحى عنه، وحملت خيل لأهل الكوفة ليستنقذوا هذا المجرم، ليستنقذوا عمرا من حسين، فاستقبلت عمرا بصدورها، فحركت حوافرها، وجالت الخيل بفرسانها عليه، فتوطأته حتى مات لعنه الله. وانجلت الغبرة، فإذا أنا بالحسين قائم على رأس الغلام، والغلام يفحص برجليه، وحسين يقول: بعد قوم قتلوك، ومن خصمهم يوم القيامة فيك جدك. ثم قال: عز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك ثم لا ينفعك صوت، والله كثر واتره وقل ناصره. ثم احتمله، فكأني أنظر إلى رجلي الغلام يخطان في الأرض، وقد وضع حسين صدره على صدره. قال: فقلت في نفسي: ما يصنع به؟ فجاء به حتى ألقاه مع ابنه علي بن الحسين، وقتلا قد قتلت حوله من أهل بيته. فسألت عن الغلام فقيل: هو القاسم ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا، ورحمة الله وبركاته.